هذا المعرض في كل سنة أتوقع دائماً يكون الإبداع يقف لمرحلة معينة، وأتفاجأ دائماً بالشباب الموجود أنه يدخل مرحلة جديدة بالإبداع. وأمانة يعني أنتوا شباب من خيرة شباب هذا الوطن، والله الواحد يفخر بتواجده وياكم، ويفخر بأن يكون يعني أحد الداعمين. بلا شك هناك اهتمام من سمو رئيس مجلس الوزراء بالمشاريع الصغيرة والحرف اليدوية بالتحديد، وإحنا ممكن عشان تذكرون العام تكلمنا عن بعض القوانين اللي سوف تعدل، وقد تم تعديل هذه القوانين، وهو قانون مناقصات المركزية الذي أتاح أن نحول قدر الإمكان بعض هذه الحرف أن تصبح أيضا فيها تجارة. والهدف الأساسي فيها ليس فقط تحقيق العائد المادي، إنما تطوير هذه المهنة. وأنا أرى هذه كمية كبيرة من الهدايا المختلفة. أتمنى دائما بمشاركاتنا الخارجية أو فودنا الخارجية لا نحمل إلا هذا النوع من الهدايا. تتكلم عن تاريخ الكويت فيها كمية إبداع كبيرة، لذلك احنا أطلقنا الرخص المتناهية الصغر، وهذه الرخصة تحديدا خلقت لهذا النوع من الشباب المبدع، أن يتيح للعمل والإبداع ويقدر يمارس نشاطه التجاري وهو في بيته، لأن الأغلب هنا ماخذها بهواية، ونود أن نحول هذه الهواية أن تكون لها مردود مالي مادي لكي تساعد صاحب الموهبة لتحقيق الكثير من أهدافه.